أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. يخشى مراقبون من انزلاق إقليم دارفور في غرب السودان إلى فوضى وحرب أهلية إثر اتهام حاكم الإقليم ورئيس حركة تحرير السودان من يركم الناوي قوات الدعم السريع بالتخطيط لإنشاء دولة مستقلة في المنطقة وفرض أمر واقع فيها إثر إعلان قبيلة الزغاوة انحيازها للجيش لمقاتلة الدعم السريع. واتهم من ناوي الدعم السريع بالتخطيط لإنشاء دولة جديدة في غرب السودان تحظى بما سماه الإعلان اعتراف الصامت، وقال إن تساهل القوات المشتركة لحركات دارفور مع القتال جاء رغبة في الحوار والتعايش السلمي في السودان عموما وإقليم دارفور خصوصا. وبرأيه فإن تطويق هذه القوات للفاشر عاصمة الإقليم السياسية والإدارية يعني إجبار أهل دارفور على قبول الأمر الواقع، مما سيدفع لاتخاذ قرار غير تقليدي لا سيما مدن دارفور الأخرى التي تعيش حالة من الاختطاف طافي بعد أن سيطرت عليها الدعم السريع وجعلتها مدن أشباح وفقا لتعبيره. على صعيد متصل قالت وكالة رويترز اليوم إن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع حول مدينة الفاشر في دارفور أدت إلى انهيار هدنة كانت تحميها من حرب مستعرة منذ عام، وأدى هذا الانهيار لتحذيرات أممية من موجة جديدة من عنف طائفي ومخاطر من كارثة إنسانية تهدد 1.6 مليون من السكان المتكدسين في عاصمة الولاية. وحسب رويترز يقول سكان ومنظمات إغاثة أيضا ومحللون إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر قد يطول أمده ويؤجج التوترات العرقية، ويشعر العديد من غير العرب في الفاشر الآن بالخوف الشديد. ويجب أن نتذكر أن جماعتين مسلحتين هما جيش تحرير السودان بزعامة مني مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم أعلن أنهما سيتصديان أيضا لقوات الدعم السريع مع الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. حول هذا الموضوع سعيد أن نرحب بضيفي الأستاذ أبو القاسم الزبير الباحث والمحلل السياسي السوداني. أستاذ أبو القاسم بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ أبو القاسم. إذا ما تحدثنا أن مني مناوي يقول بأن هناك حالة من حالات الانقسام الصامت ومحاولة إقامة دولة جديدة في دارفور دون الإعلان عن ذلك، هل ينجح الدعم السريع في مثل هذه الخطوة برأيك؟ طيب الحمد لله رب العالمين. أولا المعلوم من لكل الشعب السوداني وللمتابعين الصراع السوداني منذ أكثر من 50 سنة خاصة في إطار دارفور يعلم تماما أن المخطط الغربي كان يهدف إلى تقسيم السودان، ومخطط تقسيم السودان ليس وليد اللحظة وإنما وضعت لبيناته منذ الاستعمار، عندما جعل هنالك مناطق مكفولة في جنوب كردفان ومناطق مكفولة في جنوب السودان تمهيدا إلى عزل هذه المجتمعات والفصل بينها وبين بقية المجتمع السوداني، ثم انفصال هذه المجتمعات وهذه المناطق إلى دول مستقلة، وقد حدث ذلك في جنوب السودان والآن في جنوب كردفان تسير على ذات الخطى. أما دارفور فللغربيين والبريطانيين تحديدا لهم معها شأن آخر، أو كما يعني نستطيع أن نقول لهم معها ثأر تاريخي. دارفور كانت مملكة وكانت لها علاقاتها الدولية قبل أن يستعمر بريطانيين السودان، وفي أيام الحرب العالمية وقفت الحرب العالمية الأولى وقفت دارفور بمملكتها مع الدولة العثمانية ضد الحلفاء وفي وجه البريطانيين، فلذلك أضمر لها الاستعمار البريطاني كيدا، حتى عندما استعمر السودان لم يمد دارفور لم يبسط التعليم في دارفور كما بسطه في بقية أقاليم السودان، ولم يبسط السكة حديد اعتبارها الشريان الناقل الوحيد الذي يجمع ويسهل حركة تنقلات المجتمعات وإدماج المجتمعات، لم تتغلغل السكة حديد في دارفور، وجعلت دارفور معزولة شيئا ما، عزل غير معلن. مستقبلا بدأت دارفور تظهر فيها أصوات تنادي بالعدالة وتنادي بالشكوى من التهميش ومن التأخر التنموي مقارنة ببقية أقاليم السودان، وظهرت حركات التمرد في دارفور على هذا القرار بهذه المطالب، مطالب اقتصادية، مطالب تنادي بالتوازن وبالشيء من العدالة وبسط السلطة والثروة إلى هذه الأقاليم،
وهذا كما ذكرت كان من فعل الاستعمار ولبنات تفاصل السودان. في المرحلة الأخيرة انقلب الوضع في دارفور. كان سابقا الحركات التي تحمل السلاح على الدولة المركزية كانت جلها من القبائل ذات الأصول الأفريقية، تعرف عندنا في دارفور والقبائل العربية وذات المكونات العربية كانت دائما هي حليفة للدولة المركزية ومناهضة ومقاتلة لحركات التمرد المنحدرة من القبائل الأفريقية. أما الآن تمرد ميليشيا الدعم السريع فقد انقلب الأمر تماما، أصبح التمرد من القبائل ذات الأصول العربية اللي هو مجتمع العطاوة سواء كان في دارفور أو في كردفان، ومع عرب الشتات ومرتزقة مستجلبة على ذات الروابط العرقية والإثنية من بقية دول أفريقيا. وأصبحت القبائل ذات الأصول الأفريقية التي هي القبائل الأصيلة في السودان، هي القبائل التي استوطنت السودان قبل كل المجموعات. المجموعات العربية وافدة وحديثة الدخول على السودان وحديثة الامتزاج في المجتمع السوداني، لا يتعدى دخولها على السودان يعني 6 أو 7 قرون مضت، أما القبائل الأفريقية هي ذات الأصل في هذا البلد. فمسألة تعويل الغرب على ميليشيا الدعم السريع ذات الأصول العربية أو الإثنية العربية لرفع راية انفصال دارفور أو استقلال دارفور عن السودان أو تكوين دولة في دارفور، هذا في حد ذاته يعد محرقة لمجتمع دارفور، لأن المجتمع الأصيل في دارفور خاصة من القبائل الأفريقية والقبائل العربية التي استوطنت في دارفور منذ زمن طويل الآن جلها مع الدولة المركزية. وكما يراقب العالم الآن، منذ أيام أعلن الشيخ موسى هلال زعيم المحامين إحيازه الواضح إلى الجيش السوداني وعدائه لميليشيا الدعم السريع. والمحامين من أكبر المكونات العربية في دارفور، وموسى هلال من أكبر زعماء العرب في دارفور، تمتد زعامته من دارفور إلى تشاد إلى أفريقيا الوسطى إلى ليبيا إلى النيجر إلى مالي، حوالي 7 دول أفريقية تمتد قبيلة المحامين، وموسى هلال واحد من أكبر رموز قبيلة المحامين في أفريقيا. هذا هي الآن أضعف موقف القبائل العربية الذي هو أصلا ضعيف، لأنهم ليسوا هم أصحاب الأرض وليسوا هم أصحاب التاريخ، وليس للقبائل العربية في دارفور مملكة واحدة حتى يبنوا عليها استقلال أو انفصال دارفور. فهذه ليست ممكنة من خلال ميليشيا الدعم السريع، ومع تحالف القبائل الأفريقية وأهل الأرض الوصلاء في دارفور مع الجيش السوداني ومع الدولة المركزية في السودان، أصبح هذا الكرت كرت ضعيف جدا. لذلك دأب الغرب على استدراج هذه المجموعات الأفريقية إلى ذات المشروع، فكانت دعم الغربي لحركات التمرد سواء كان مناركم مناوي أو حركة عبد الواحد محمد أحمد النور، وإلى حد ما حركة العدل والمساواة وحركة خميس أبو بكر عليه رحمة الله، حتى يستطيع الغرب من خلال هذه الحركات المتمردة ذات الأصول الأفريقية وذات الأصل في دارفور أن ترفع راية الانفصال. هذه المعركة، معركة الكرامة، قلبت كل الأمور، وأصبحت القبائل الأصيلة في دارفور والقبائل الأفريقية ذات الأصول الأفريقية في دارفور الآن أكثر تمسكا بوحدة السودان وبتماسك السودان، كما أعلن ناظر المساليت الذي يعد من أكبر رموز لسلطنة دار مساليت.